how the fark بين منهج الداعش ومنهج القاعدة. نعم القاعدة يعني كانت في السابق لا يعني تنهى المنهى القتالي الشديد وكان قتال القاعدة في السابق يعني في الحقيقة مثل ما يقال خارج الحدود إلا حوادث هنا وهناك داخل أما داعش فتحولت جميع عملياتها إلى الداخل المسلم بل إلى الداخل السلفي بل إلى بعض التوحيد والسنة أعني بلاد التوحيد. نعم جزاك الله خير شيخ.